خيمة التواصل العالمية. تأسست خيمة التواصل العالمية على نهج ومنهجية حكيم العرب المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله سراه، انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل الثقافي والرياضي في خدمة المجتمع. وتسعى خيمة التواصل العالمية إلى احتضان ونسق مهارات التواصل بين مختلف الثقافات والعادات والارتقاء بتحسين التواصل بين الأفراد لما فيها خير للمجتمع وبما ينسجم مع الرؤية الثقافية للعاصمة أبوظبي. تتكون خيمة التواصل العالمية من العديد من المبادرات والفعاليات الرائدة التي تتضمن الكثير من البرامج والفعاليات الأخرى التي تجمع الكثير من عشاق فنون التواصل من جميع الأعمار والثقافات. ومن خلال برامجها التعليمية والمجتمعية تعمل خيمة التواصل العالمية على تعزيز ودعم المواهب الإماراتية الصاعدة على مختلف المستويات بالشراكة مع مؤسسات عالمية ومحلية رائدة، وعليه تنظيم مبادرة مجلس مدارس لحكيم العرب الرمضانية، وتستضيف نخبة من العلماء والمواطنين وأعيان المجتمع يتحدثون عن مآثر وذكريات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله سراه. وتوثيق تلك المجالس الرمضانية في كتاب تحت مسمى مجالس مدارس لحكيم العرب، وكذلك تنظيم بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين، بطولة بطل الأبطال العالمية، وذلك في مقر الخيمة طريق أبو ظبي العين الكيلو 78 منطقة الختم. وسيتم تسليم حزام بطل الأبطال يحمل إمضاء كافة أبطال العالم المحترفين من عدة جنسيات في كافة الأوزان المعتمدين من الاتحاد الدولي، وتسليمه لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي حفظه الله ورعاه. هنا في خيمة التواصل العالمية احنا مؤسسة أو تعاون بين بدأ بجهود الدكتور عبد الله النيادي، وطبعا في خلال مهرجان دبي تعرفنا على الدكتور وبدأنا في اتفاقية تعاون للتواصل بين الشعوب، تواصل بين الدول. مبدئيا بدأنا بدولة مصر الشقيقة والسعودية والإمارات كدول رائدة في مجال السياحة وفي مجال التواصل وفي مجال الإنسانية عامة. نحن نتحدث عن الشيخ زايد رحمه الله وعن الملك عبد الله ملك الإنسانية وعن مصر أم الدنيا. ومن خلال هذا التعاون بإذن الله ومن خلال فعاليات نقوم إن شاء الله بإنشائها وبتفعيلها، الهدف منها هو التواصل وإنشاء قاعدة إنسانية جميلة. طبعا الانشطه بطوله العالم، الانشطه اكيد هيكون في انشطه كثير باذن الله، منها انشطه رياضيه وانشطه اجتماعيه وانشطه ثقافيه عامه بشكل عام، كل ما يخدم التواصل الانساني وكل ما يخدم المجتمع العربي والعالمي وكل ما يخدم الانسان. نحن رساله ساميه هدفها الانسان اولا، التواصل اولا. في ظل الحروب القائمه وفي ظل التوتر القائم في جميع الدول نحن نبحث عن صيغه او اليه لتقريب الشعوب، لوحده الشعوب، للتواصل وللانسانيه بشكل عام. لو نتكلم عن اليوم السعودي، انا عارف ان الايام هتبقى مقسمه في البارتيشن السعودي او البارتيشن المصري واليوم الاماراتي، لو نتكلم عن الفعاليات اللي هتتم في اليوم السعودي. طبعا هيكون هناك ان شاء الله فرق من الحجاز ومن وتعبر عن من الحجاز ومن السعوديه بشكل عام، تعبر عن التراث السعودي، هو تبادل ثقافي. سيكون هناك طبعا جناح سعودي كامل، هناك فرق سعودية، هناك عرضات سعودية أو فلت كرول سعودي، سيكون هناك جناح مصري برضو كامل إن شاء الله، يكون هناك جناح إماراتي. هذه كبداية طبعا، ونحن نطمح الآن يكون جناح البطولة. هذه أول بطولة تقام من نوعها يعني في المجال الرياضي اللي هو الملاكمة، هي رياضة جميلة جدا ولها شعبية عالمية الآن. سيكون هناك أبطال العالم، حوالي 8 أبطال مع مدربيهم ومساعديهم. سنقوم إن شاء الله بتفعيل هذه البطولة لتكون كبداية انطلاق لجميع فعاليات التواصل بين الشعوب وفعاليات
التواصل الإنساني، التواصل المجتمعي. فعلا في انعد العدة لهذه البطولة، بطولة مطلقين عليها بطولة بطل الأبطال وحزام بطل الأبطال اللي مقدمة. طبعا الأبطال عالميين أكثر من 120 بطل عالمي، هؤلاء الأبطال. طبعا احنا حاولنا نتواصل، طبعا تواصل حميم في الجانب الرياضي بالذات لاستقطاب الشباب، لأن تعرف احنا عندنا الخيمة بنيت أساسا على فكرة على المجالس، لفكرة مجالس مدارس الحكيم العرب طيب والله ثرى. فبالتالي نحن دائما سبحان الله كنت أفكر يعني كيف نقدر نحن نستقطب الشباب. لابد أن يكون عندنا جانب رياضي، لابد أن الشباب هذولا نعمل لهم برامج بحيث أنهم نستطيع أن نأتيهم إلى خيمتهم، بحيث أنهم يجدون أيضا الجانب اللي يملأ فراغهم والجانب اللي يستفيدون منه، وأيضا يتعرفون على أبطال عالميين مشهورين. وهؤلاء طبعا تعرف الشباب بالذات عندما يأتي للخيمة ويشوف الخيمة عندها إمكانيات تدار أيضا بسواعد وطنية، هؤلاء الشباب أكيد أنهم بيتأثرون، وبالتالي نحن نقدر يعني نستقطبهم أيضا للمجالس مدارس الحكيم العرب بحيث أنهم يعني يجلسون مع الكبار يستفيدون من مجالس. بالطبع مثل قلت لك يعني نحن طبعا أسست الخيمة على أساس ننشر ثقافة حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه للأجيال الجاية. فالحمد لله يعني الخيمة عرفناها على مستوى الحمد لله المحلي وعلى مستوى أيضا العالمي، بحيث أن نحن الأهم شيء عندي أنا أن أتواصل مع الشخصيات وأعيان البلد والعلماء والكتاب اللي جالسوا زايد الخير، وهؤلاء طبعا عندهم كنوز نتواصل معهم لنقل الصورة المشرقة للأجيال ونوثق هذا الكلام. بالطبع لابد مثل ما قلت لك أنا هذا العمل وهذا الجهد يحتاج منا وقت، يحتاج منا نتواصل مع الآخرين حتى نعرفهم على هذا البرنامج الرائع في جماله. والحمد لله الخيمة يعني صار لها فترة طويلة تسعى في هذا البرنامج، ولكن في هذا العام الحمد لله يعني صار عندنا أكثر تواصل مع عيان البلد والشخصيات المعروفة في البلد من القطاع العام من القطاع الخاص أيضا، الكل يعني في خدمة وطنه. يعني نحن تواصلنا قديم مع مصر أم الدنيا، طبعا الخيمة لا تخلى، والاستاف الخيمة أيضا هناك نخبة كبيرة من رجال الأعمال لدينا، هناك أيضا نخبة من الإداريين الموجودين معنا اللي أيضا يساهمون في هذا التواصل الحميم لتفعيل الجانب الاقتصادي بين مصر وبين الأمارات وبين العالم. وهؤلاء طبعا نحن أساس أن أكثر طبعا وقفتنا نحن يعني قيادتنا الرشيدة طبعا وقفة معروفة تاريخية بالنسبة لمصر. فنحن كرجال أعمال أو كمجتمع نقول نحن إماراتي أيضا لابد أن نكون نحن أيضا دور في هذا التواصل بين رجال الأعمال نفعل هذا التواصل. فنحن أعطنا يعني في الخيمة أعطينا جناح كامل أو منطقة نقول نحن كاملة لمصر، إلا على أساس أنهم يكون هذا المكان يعني يستطيعون أن يروجون لسياحتهم، يستطيعون أن يتواصلون مع رجال الأعمال، يستطيعون أن يتواصلون أيضا مع نادي رجال الأعمال، أيضا مع الشخصيات المهمة سواء كان القطاع العام والقطاع الخاص، يشوفون أبنائهم أبناء مصر أيضا في دولة الإمارات كيف هم أيضا فعالين وكيف هم استطاعوا أيضا ينجحون مع أخوانهم الإماراتيين من رجال الأعمال. وهذا التواصل أيضا مبني على المحبة والتعاون والإخاء والصداقة، فإن شاء الله أنه راح يكون يعني في كل يوم يزيد أكثر. وأيضا تواصلنا أيضا مع السعودية، أيضا تواصلنا مع السعودية أيضا أتى من رجال أعمال مصريين أيضا، وهذا يعني أيضا لأعطى أكثر جمال بحيث أن يكون هناك تواصل حميم ما بين مصر وما بين السعودية وما بين الأمارات من رجال الأعمال. وأيضا السعودية طبعا مشكورين، وخاصة الشركات أيضا اللي تدار أيضا سواء كانوا سعوديين أو من أخوان المصريين موجودين في السعودية، أعطيناهم أيضا مكان على أساس أنهم يستطيعون يكون هناك تواصل وهناك تفاعل وهناك أيضا يكون تبادل خبرات، وأيضا وخاصة في الليالي الرمضانية نستفيد من خبراتهم، نعمل معهم لقاءات، يستفيدون من خيمتهم، يستفيدون أيضا من أعيان البلد اللي زاروا الخيمة ويتحدثون في مجالس حكيم العرب طيب الله ثراه. كانت المشاركة دي مش المشاركة الأولى لنا في خيمة التواصل، احنا شاركنا قبل كده في خيمة التواصل في من شهرين، كان في شهر مايو، وكانت دي خطوة من أحد خطوات دعم العلاقات ما بين المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والإماراتيين، إلى جانب برضو الأنشطة التانية اللي بتعملها الخيمة مش بس للنشاط الاقتصادي، لا دي هي كمان بتهدف كمان لفي أنشطة اجتماعية وأنشطة ثقافية وأنشطة رياضية. ولذلك برضو إحنا جينا واشتركنا معهم في المرة دي سواء في الفعاليات بتاعت شهر رمضان بأكمله أو كمان البطولة الدولية للملاكمة
باعتبارنا راعي التكنولوجي للبطولة. فشركة ماستر فيجن هتبتدي تشتغل على النواحي الإعلامية بس من الناحية الإلكترونية كويس، بحيث إن نقدر نوصل الفكر اللي موجود بدل ما يكون على المتواجدين بس بيقدروا الفرص بتتاح لهم ان هم يجوا الخيمة، لا ده احنا كمان نقدر نعمل ده كمان للي ما بيقدرش يجي، بحيث ان الشباب يقدروا يعرفوا خيمة التواصل، يعرفوا الانشطة التانية اللي بتقدمها خيمة التواصل. وربنا يسهل ان شاء الله ان يكون يعني تكون البطولة ان شاء الله تنجح، وان شاء الله نكون احنا من الداعمين ليها باذن الله. مزايا خيمة التواصل العالمية وجود شخصيات من رجال الاعمال سواء اماراتيين ومن جنسيات اخرى، فبتبقى فرصه كويسه للتعاون اللي ممكن بيتم ما بين المستثمرين المصريين والاماراتيين وكمان السعوديين. فيعني نقدر نعتبره هو ملتقى عربي في خيمه التواصل العالميه. والله احنا من ساعه حضرتك احنا جينا الاول كدعوه زياره لخيمه التواصل العالميه في شهر 3، كانت خيمه التواصل تستضيف حمله وحشتونا اطلقتها وزاره السياحه المصريه، وما شاء الله حصلنا منهم إنجاز وحصلنا منهم اهتمام لنشر الأمن والاستقرار في مصر. وبعد كده حصل بينا تواصل، لأن طبعا هي خيمة التواصل، وأنا بعد كده إن شاء الله نطلق عليها أن هي خيمة أو جامعة الدول العربية، تجمع الدول العربية وتكون خيمة تلم الشمل، وقائدها الدكتور عبدالله النيادي هو رجل التواصل العالمي الأول. طبعا هم الدكتور عبدالله أطلق فعالية مجالس حكيم العرب. احنا كشعب مصر وكشركات السياحة المصرية حاولنا ان نكون حريصين ان احنا نخش في فعاليات زي هذه الفعاليات، بحيث ان احنا نوصل تغطية بين دولة مصر ودولة الامارات لنشر الوعي السياحي والثقافي وعودة مصر مرة اخرى على خريطة الوطن العربي. وكمان بالنسبة لبطولة العالم للملاكمة، البطولة دي طبعا لما احنا علمنا ان فيها كمان ابطال مصريين حرصنا ان احنا نكون من ضمن الشركات الراعية الرسمية ليها، على اساس ان زي ما قلنا نوحد الدول ونرجع تاني مصر ونبدا نعمل برامج وترفيهيه وسياحيه ونرجع السياحه تاني مره اخرى، السياحه العربيه الى مصر. وهو ده التوجه اللي احنا طبعا اشتغلنا عليه بناء على توجهات وزاره السياحه ومعالي وزير السياحه الدكتور هشام زعزوع، هي دي توجهاته اللي هو ماشي فيها. فاحنا ان شاء الله بنشتغل على توجهات الوزاره وبنحاول ان احنا نرجع الامن والامان مره اخرى بين مصر والامارات والوطن العربي. احنا عملنا اتفاقيات معاهم ان شاء الله على اساس في شركه برستيج للسياحه هنا في الامارات، دي شركه في الامارات في ابو ظبي، وان شاء الله بتفتح في دبي، وهتكون هي الراعي الرسمي او الوكيل الحصري لجميع رحلاتنا في مصر. وان شاء الله توعدنا وعملنا اتفاقيات لضخ ما يعادل من 5000 ل 10000 سائح سنويا من دوله الامارات العربيه المتحده الى مصر عن طريق الوجهات اللي مهتم بيها وزاره السياحه المصريه لتنشيط السياحه ومعالي الوزير، اللي هي وجهه الغردقه ومدينه شرم الشيخ السياحيه. وان شاء الله ترجع الامن والامان القاهره وترجع للسفرات مره اخرى. وكمان هنعمل فعاليات تنطلق من مصر ونطلق من البلد ان شاء الله، ان احنا هنعمل فعاليه من مصر اهداء لشمال الشعب المصري لدوله الامارات اسمها رايه التواصل العالمي، هنطلقها لسمو الشيخ محمد بن زايد على كرايه التواصل العالمي على مستوى الوطن العربي. دي هديه من الشعب المصري لدوله الامارات في خيمه التواصل العالميه. فنحن نمثل هيئه علماء السودان ونتحدث يعني عن خيمة التواصل العالمية. فيعني خيمة مباركة وخيمة إن شاء الله بإذن الله تعالى فيها التواصل العالمي في أنحاء العالم بإذن الله تعالى، وهي رسالة لكل العالم بإذن الله تعالى. فخيمة التواصل تجمع يعني كبار رجال الأعمال في الدولة، دولة الإمارات، وما شاء الله يعني البرامج فيها كويس وطيب يعني، ونحن سعداء شديد يعني ما شاء الله في الخيمة. ومنذ يعني حللنا في هذه الخيمة المباركة لقينا فيها الترحاب والإكرام والحكمة والإجلال والإكرام يعني ما شاء الله، يعني جزاه الله عنا خير الجزاء حضرة الشيخ الدكتور عبد الله النيادي جزاه الله عنا خير الجزاء، فلقينا الإكرام يعني. فهي خيمة طبعا دورها لنشر الثقافة العربية والثقافة الإسلامية، وتجمع كبار رجال الأعمال في خيمة التواصل. في الحقيقة نحن جينا خيمة التواصل دي المرة الثانية. المرة الأولى كانت زيارة أخذنا منها يعني انطباع جميل، وجينا راجعين المرة الثانية ونحن أكثر شغل للخيمة. ومن أهم الأسباب يعني أو هي كانت الدافع الرئيسي لوجودنا في رمضان أو حضورنا رمضان بدولة الإمارات. من الفعاليات اللي أنتم تعملوها في رمضان في خيمة التواصل؟
في خيمة التواصل طبعا هي أصلا فعالياتها متكاملة ثقافيا اجتماعيا، ودي طبعا برؤية إماراتية وبرؤية حكيم العرب أو شيخ العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، واللي هي بتدعو أو بتساهم في تنمية في التنمية العالمية حقيقة، هي لأن هي خيمة عالمية، في التنمية العالمية اجتماعيا ثقافيا اقتصاديا.